الفترة الأخيرة في عدد كبير جدا من حضراتكم لاحظ في قناته انخفاض المشتركين بشكل مبالغ فيه آخر يومين في اليوتيوب، والموضوع ده مش في قناة المتوحد فكرة، لأ أنا بدير مجموعة كبيرة جدا من القنوات والموضوع ده مشترك ما بين جميع القنوات. هقول لحضرتك النهاردة 3 أسباب ممكن تؤدي إلى انخفاض المشتركين في قناتك، ولازم تفهم ان الانخفاض ده ممكن تكون انت السبب فيه وممكن يكون اليوتيوب نفسه. ايوة زي ما سمعت كده، اليوتيوب واحد من اهم الاسباب الذي يؤدي الى نقص مشتركينك بصورة مستمرة على مدار السنة بسبب تنظيف الحسابات. ايه ده؟ دي عملية اليوتيوب بيعملها بشكل مستمر، واول ما قابل الانخفاض اللي انت شفته في اول الفيديو على جميع القنوات ببقى متأكد ان اليوتيوب عامل حملة شرسة على منشئين المحتوى المخالفين، بيبدأ يغلق القنوات المخالفة، بيبدأ يغلق الحسابات الغير حقيقية والوهمية. مش بس كده، ده الحسابات المخالفة اللي خدت 3 انذارات اليوتيوب بيقفلها ويقفل اي قناة مرتبطة بيها، فممكن يؤدي الى نقص مثلا عندي 10 مشتركين مرة واحدة. ليه؟ منشئ المحتوى ده مشترك عندي انا في المتوحد فكرة ب10 اكونتات، ال10 دول مشتركين عندي في القناة بشكل شرعي من منشئ محتوى حقيقي، ولكن هو خالف بواحدة من ال10 قنوات، ولكن ال10 مرتبطين ببعض على نفس الجهاز على نفس المتصفح، معناها ان اليوتيوب هيقفل لك ال10 قنوات، وده بيؤدي الى نقص المشتركين عندي وعندك وعند أغلبية منشئين المحتوى. هتقولي وانا مالي بمنشئين المحتوى؟ هقول لحضرتك مش بس كده، ده كمان شركة جوجل اعلنت بدءا من 2024 بدايتها ونهاية 2023 ان اي ايميل على الجيميل غير متفاعل سيتم اغلاقه واغلاق اي حسابات عليه، حتى لو كانت قنوات والقنوات دي مشترك فيها ناس. وطبعا كلنا عارفين ان 2024 كان في حاجات كتير جدا حصلت خلت ناس كتير جدا تسيب اماكنها وتمشي وتهاجر وتسافر، وحصلت في دول كتير جدا، وده ادى الى نقص في عدد المشتركين. بس عايز اقولك ما تلومش اليوتيوب، لان اليوتيوب هنا بيحاول يحافظ على المنصة ان هي تكون امنة من الحسابات الوهمية والحسابات اللي مش شغالة والحسابات المخالفة. وهنا نبدأ نقول اليوتيوب تعظيم سلام، بس استمر بشكل افضل من كده واسرع من كده، بحيث ان ما يتمش احتساب المشتركين غير بعد فترة من وجودهم على القناة. احسن حل علشان تبادل المشتركين، وانا شايف ان عدد المشتركين ملوش اي 30 لازمة غير علشان الدرع سواء الفضي او الذهبي. انا عندي قنوات اقل مني في عدد المشتركين وبيجيبوا مشاهدات اكتر مني في محتويات تانية، وده حد يخلي يقول ازاي ده عنده عدد مشتركين بالشكل ده وبيجيب المشاهدات دي؟ ده اسئلة بتيجي في بال كتير جدا من المشاهدين هنجاوب عليها. السبب التاني، السبب ده ممكن يكون بيحصل في قناتك، وعلى فكرة بيحصل في قناتي. انت اشتركت معايا علشان انشاء حساب جوجل ادسنس، فعملت انشاء حساب جوجل ادسنس وبعد كده ما عدتش عاوزني. بعد فترة ظهر لك فيديو ليا بيتكلم عن ازاي تحقق 4000 ساعة مشاهدة، هتقول لي يا عم انا زهقت منك مع السلامة، تروح لغي اشتراكك.
ده نتيجة تغيير المحتوى. بس خد بالك، أنا هنا ما غيرتش المحتوى، لكن أنت ممكن تكون بتغير محتواك. أنا بتكلم عن الربح من اليوتيوب، بس المشاهد ما بيعرفش يفرق بين القنوات المفعلة والغير مفعلة غير لما يفعل ربح. لكن أنت لازم تاخد بالك جدا من المشاهد المهتم بجي تي اي أو الألعاب والمهتم بالطبخ، لأن الاتنين ما ينفعوش إطلاقا يتجمعوا في قناة واحدة. فلما تيجي تعمل فيديوهات، الفيديوهات دي مختلفة عن بعض، هنا هتلاقي انخفاض عندك في عدد المشتركين. وعلى فكرة في حركة حلوة جدا لو انت بتغير محتواك ومش عايز تفقد عدد مشتركين، هي انك تشيل علامة الصح من ارسال الاشعارات للمشتركين علشان تبدأ تهتم بعدد مشتركين اجدد واحسن ومشاهدين مستهدفين غير اللي عندك، اللي هيلغوا اشتراكهم فيأثروا على الفيديو بالسلب ويخلي الفيديو يبان اليوتيوب على انه فيديو مهمل او الجمهور مش مهتم بيه او الجمهور مش عايزه. علشان كده لازم نركز جدا. وخد بالك انا هنا كلمتك عن التغيير البعيد، ما بالك بقى ان ممكن يحصل في التغيير القريب. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تغير في نوع لعبة من جي تي اي لبابجي. هنا عندك ناس بيحبوا جي تي اي لكن مش بيحبوا بابجي، لما تيجي تنزل على بابجي هتلاقي الناس سابوكوا مشوا. ايه ده، انا ما غيرتش، انا نفس المحتوى ونفس الاهتمامات، هي العاب. بس خد بالك، ما هي الالعاب اهتمامات والقصص اهتمامات والطبخ انواع. يعني في ناس تحب الفطاير وناس تحب المنيوهات وناس تحب الاقتصادي وناس تحب الكيك، الموضوع مختلف. وانت لو عايز تنجح فالاول تبدأ تتخصص، يعني اتخصص في حاجة محددة وبعد كده ابدأ اغير واطور من نفسي على المدى البعيد وابدأ انزل فيديوهات اشمل علشان اكسب عدد مشتركين اكتر، لكن ما اخسرش خصوصا في البدايات. نيجي بقى على السبب الثالث، والسبب الثالث ده بيحصل عند اغلبية منشئين المحتوى بما فيهم انا. لما بيجي عليا يوم ما بنزلش فيديو، اللي بيحصل ان انا بلاقي عندي نقص في عدد المشتركين. ايه ده، انت ناقص عندك مشتركين ليه؟ ده يوم واحد بس ما نزلتش. انا عندي في ناس بتتابعني بشكل يومي وبيزعلوا جدا لو ما نزلتش فيديو، وحرفيا في ناس بتدخل لي على الواتساب بتقول لي انا لغيت اشتراكي لان فضلت قاعد مستنيك اليوم كله وانت ما جيتش. علشان كده مع السلامة يا ابني، بتلغي اشتراكك ليه؟ علشان ده واحد مهتم بيك، فانت لو ما اديتش المشاهد الحاجة اللي هو عايزها هنا ممكن يؤدي الى الغاء اشتراكه، او اليوتيوب نفسه يلغي اشتراكه لانه هيدخل يتفرج عليك مرة واثنين وثلاثة علشان يتفرج على فيديو ويطلع من قناتك، يشوفك نزلت فيديو جديد ويطلع من قناتك، هيبدأ يحس ان هو غير مهتم او سبام. فتلاقي عندك كنت مشترك في القناة دي ومرة واحدة ما بقتش مشترك فيها، فدي حاجة لازم تركز عليها. يبقى هنا لما اعمل جدول التزم بيه، ولو ما نزلتش بشكل مستمر هقابل نقص مشتركين، والموضوع ده ممكن يحصل بشكل كبير جدا. هقول لكم على حاجة بقى رابعة، والحاجة دي بتحصل فيا انا الفترة الاخيرة. انا الفترة الاخيرة بقدم خدمات مدفوعة عن طريق الواتساب او في اي مكان، وطريقتي بصراحة الفترة الاخيرة طريقة مادية بحتية. يعني بكلمك انا، بص انا بصراحة والله ما عدتش فاضي ان انا اهرش حرفيا، وهعمل فيديو اتكلم عن الموضوع ده، ازاي تخلي عدد المشتركين والمشاهدات مش هما السبب في نجاحك على اليوتيوب، مش مقياسك يعني. فغيرت طريقتي لما اجي اقول لحضرتك ايوه اتفضل عايز ايه، الخدمة المدفوعة بكذا. فيبدأ واحد يبقى لسه صغير عنده 10 سنين 13 سنة، ايه ده يا عم، ده بقى مادي، ده بقى مغرور، ده بقى مش عارف ايه، لا يا عم انا هلغي اشتراكي من عنده وامشي. هو فكر
ان انا غيرت طريقتي في الكلام او اسلوبي في الطريقه، ما فهمش ان انا بقيت تطورت اكتر في موضوع الخدمات المدفوعه، وبدا يكون عندي عدد كبير جدا من الخدمات المطلوبه اكتر بكتير جدا من مقدرتي على ان انا اسدها بشكل يومي. فده خلى ناس تلغي اشتراكها من القناه. يا عم نورتني وشرفتني، انا مش هزعل، لان اكيد انا اهم حاجه عندي مصلحتك. لكن لما تدخل على خدمات مدفوعه ومكتوب عندك ده للخدمات المدفوعه، ومطالب من الشخص اللي بيقول لك الخدمات المدفوعه يرد عليك بشكل مجاني، اكيد الخلل فيك مش فيا. فانت ممكن يكون طموحك او تفكيرك او انت تقديرك المتوحد فكرة ان الشخص ده بيساعد الكل، اوكي انا هساعدك والله، بس لما يكون عندي وقت فاضي. لكن ما عنديش وقت فاضي، ما ينفعش خدمة تبقى عندي ب200 او 300 او 500 جنيه ويجي له واحد يقول لي اديني مكالمة ورد عليا دلوقتي. لا، اكيد هروح على الخدمة المدفوعة، لانه دفع فلوس علشان يكون عنده اولوية في الرد. فهمتني؟ فده بيخلي ناس تلغي اشتراكها. فانت كمان ممكن يكون الموضوع ده عندك. على فكرة انا مش بلومك، اشتراكك من الغاء اشتراكك في قناتي او في اي قناة هو ليك انت، والاستفادة ليك انت. انا عن نفسي خدت استفادتي من اليوتيوب، ما اكتفيتش، انا ما اكتفيتش، بس انا خدت اللي انا عايزه. انت كمان دور على اللي انت عايزه علشان لما تيجي تعمله تعمله صح. دي اسباب ممكن تؤدي الى نقص المشتركين عندك في قناتك، منها اليوتيوب، منها اسلوبك، منها المحتوى. يعني ما فيش سبب واحد، تعداد الاسباب، ولكن النتيجة واحدة، هي الغاء الاشتراك.